إيه صباح الخير، هلا هلا صديقي، شلونك؟ يلا يلا تعال تعال، لازم اليوم نروح للرئيس، لأن المزروعات ما أدري خربانة لو ما أدري إيش سالفتها، ما دا تطلع، لازم نروح له نقول له يعطينا فلوس حتى نقدر نزرع. أوكي يلا تعالوا وياي، تعال. أي السلام عليكم. أي مين أبو الباب؟ هلا مين أبو رئيس، الباب؟ نحن المزارعين، إيش تردون؟ نريد فلوس لأن المزروعات ما أدري إيش وضعها، ما دا أولاً تطلع. اسمع اسمع، ها أولاً ماكو فلوس، تعرف ليش؟ ليش ليش؟ انا رئيس هاي القريه واتحكم بكل شيء موجود هنا، ايش تردون تسوون بالفلوس؟ نريد فلوس يا اخي، المزروعات ما دا يطلعن، ايش السالفه؟ والله ما ادري، لازم ما يطلعن. تعال شوفني لازم شوفني، لازم نشتري يا اخي، لازم نشتري ادوات زراعه وزي كذا، لا نحتاج شلون؟ دقيقه، يعني تردوني اعطيكم من الفلوس اللي انا تعبت عليها؟ مو ياب يا اخي، مو مشكله يا اخي، والله المزروعات ما دا تكبر. الفلوس مستحيل. شوفني وين، اريد اشوف ماذا تكبر المزروعات، صار لها هيك يعني شهر عفوها، روحوا اشتغلوا أوكي. هي 10 دقائق تكبر، روحوا اشتغلوا. لا ماذا تكبر تعال، هاي اعطيتكم هذا الدرع مالي دايموند، هذا كلش غالي، تاخذونه تبيعونه وتجيبوا لكم ادوات. شوف أوكي. كبرت شفت لان انا اعطيتكم دايموند، فانا راح اكمل شغلي واكمل الامور القانونيه بالمحكمه وكل شيء، وبس اسمع لكم صوت اعتبروا نفسكم ميتين. اوكي اسف والله، نعتذر. يلا تعال مو مشكله، مو مشكله، تعال خنبادل، تعال حسبي الله ونعم الوكيل. صديقي تعال مبادل ويا ذا القرو. يلا اوكي، يلا صديقي هسه خلينا نشتغل حتى المزرعات يصيرن جاهزات، حتى يعني الرئيس ما يطردنا يا اخي، والله اذا يطردنا خلاص يعني راح نموت بالجوع، فهمت؟ فلازم نشتغل حتى الرئيس ينطينا فلوس. اوكي يلا خلاص، اعتقد الشمس راح تغرب، يلا تعال ننام، تعال خوي تعال ننام، يلا تعال ننام. اي رئيس جونا وحوش، راح نموت رئيس، ساعدنا. ايش صاير جونا وحوش؟ رئيس ساعدنا، ما اعرفكم. افتح لي الباب، بليز، راح اموت. تعال يا مشبك راح اموت، طلعوا لي منا، راح اموت. قاتل الوحوش، انا المن دافع لكم رواتب، افتح لنا الباب، كفو، افتح لنا الباب، راح اموت. قاتلوهم، افتح لنا الباب، ادخل هذول يفيدون، طلعوا من تعال، ادخل شوفوا، اريدكم هسه تقاتلون ذول الوحوش اللي راح يسرقون الفلوس. طيب انطينا دروع، انطينا شغله نقاتل بها الوحوش بليز. تردوني اعطيكم فلوس؟ لا مو فلوس، اغراض يعني ودروع زي كذا. اموت على اعطيكم فلوس، مستحيل. اسمع انا اعطيكم رواتب حتى تدافعون عن المدينه، روحوا قاتلوهم يلا. لا يدوني تعالوا، لا تسرقوني، ارجع فلوس الدوله، هاي فلوسي. خلاص فلوسي بليز، اكل شوي، فلوسي راح نموت، بس لا تاخذ الفلوس، ما حد ادنى لي من الفلوس مالتي، فلوسي خلاص هاي فلوس ما حد ادنى لي، بس اخذت هذا الشيء حتى اقدر اقاتل. ارجع، دخلوا البيت الزومبي، تعالوا قتلوني، ما اعطيكم فلوس كل شوي، ولا فلوسي خلاص، لازم نقاتل الوحوش يا اخي، والله احتلوا الوحوش يلا. خلي ادافع عن فلوسي، من اجل فلوسي، اقصد من اجل الوطن. وين هو؟ وين زومبي؟ قتلوهم قتلهم 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 قتلهم، موتوا، والله ما اعطيكم فلوس، والله ما اعطيكم فلوسي، قتلهم خلاص، حررنا المدينة اخيرا. يلا تعالوا، شنو نسيتوا شغلة؟ دقيقة، تعرفون ايش راح اسوي؟ تعرفون هاي دامك الرئيس دقيقة، روح اقف هناك، خطاب للشعب، اقف هناك، خطاب للشعب مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله انا حررت هاي القرية بفضلي وبتعبي وبفلوسي، فاللي يريد من عندكم صفقوا لي. هاي تعال ارجع، شنو ما راضي بالفلوس؟ لا سرقوني، رجعهن، لا فلوسي، رجعوا فلوسي، سرقوني فلوسي، جاي تروح فلوسي راحت، سرقوني ذول، سرقوني، معقولة؟ صديقي تعال نشرد، تعال ما تشردون، لازم نهرب من هاي المدينة، تعال يلا نطلع، يلا صديقي لازم نطلع، صديقي فلوسي راحت، دقيقة سد الباب حتى لا يجي، يلا نشرد، يلا نشرد، كفيتهم، رجعوا، تعالوا عندي شغلة مهمة وياكم، تعالوا بس تعالوا يمي، تعالوا شنو؟ تعالوا شوفوا، أريدكم ترجعون فلوسي يا اخي نحن كل يوم نتعب وكل شيء ونشتغل من الصبح حتى للليل، وانت ما تنطينا حتى حبه دايموند، ما تنطيها لنا، ايش السالفه يا شيخ؟ اعطيكم راتب كل سنه، اعطيك
كل سنة أعطيكم حبة دايموند يا أخي. لا لا ما يصير ما يصير، نحتاج كثير فلوس يا أخي حتى نقدر نعيش، ما يصير كذا. يعني أنا مو أعطيتكم هاي البيوت تعيشون بيها بعد تشتردون من عندي يا أخي. بيت من طين تستهبل علينا لو إيش فيك يا أخي. يلا روح خلاص، ما راح نبقى في هاي القرية. يلا تعال تعال صديقي تعال خلنا نشرد. بس أوك 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 أوك. شوفوا والله العظيم إذا ما ترجعون الفلوس مالتي أول مرة أحكي بهاي الطريقة ويا الشعب، إذا ما ترجعون فلوسي تنقتلون والله. خلاص يلا اقتلنا اذا تقدر اقتلنا. يلا خلاص يلا تعال تعال ولكم تعالوا تعالوا رجعوا الفلوس. خلاص خلاص يلا تعال تعال خوي خوي تعال تعال خوي. يعني معقولة تتركوني؟ بسيطة انا ادبكم باكر من الصبح راح تجي وراكم الشرطة. هاي إيه حلو 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 حلو. خلاص انا ما راح اتكلم اكثر من هذا الشيء. خوي ايش رايك ايش رايك نروح نفجر القريه كامله؟ ايش رايك؟ يلا يلا تعال تعال خوي يلا تعال. هسه هو نايم صح؟ اوكي فهسه لازم نروح يعني نقتله ولازم نفجر البيت حقه. اوكي يلا تعال. اوكي هاي سد الباب مالته بالطين. اوكي معليش خلينا نشيله. اوكي نايم ها؟ يلا نام 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 صديقي نام نام نام. ماكو فلوس هذول اللي سرقهم. خلاص يلا نفجر على ثلاثة. اوكي يلا واحد هاي هاي منو جاي يحكي؟ اثنين لا 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 حرروني حرروني لا 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 فجر فجر يلا فجر افجر والله اليوم لا افجر كل البيت. يلا لازم نفجر القرية. يلا خوي 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 تعال نفجر القرية لازم نفجرها كلها حتى ذا الورع يتأدب. اي قريتي فلوسي لا لا احرقها احرقها لازم نحرق كل البيت. لا لا ولكم لا لا فلوسي لا مدينتي فلوسي كل شي راح. لا يا اخي لو ما كنت طماع وما كنت تنطينا راتب كنا ما سوينا في كذا. بس انت تستاهل يا والله تستاهل. لا قريتي قريتي لا افضل اموت جوا افضل اموت جوا. قتلوني قتلوني قتلوني. صدق ليش راني المقطع هنا يا اخي؟ خربنا ام القريه يا اخي على الاقل هنا نقدر. بس خربت مدينتي اللي انا تعبت عليها مو لا لا ما تعبت عليها بس نحن تعبنا عليها. يا ولد راح اموت لا لا راح اموت. طقوا هدومه طقوا هدومه طقوا هدومه. اوكي خلاص يلا شويه مويه تدفى بيها يعني. اوكي تدفى بيها ضحك علي. يلا يلا سوي الخاتمه. تريد تقول كلمه للمتابعين وزي كذا؟ طبعا ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة شباب. اشتركوا بالقناة شباب موجودة بالوصف شباب لا حد يشترك بيها. اذا ما تشتركون بيها بعد ما اعطيكم دايمون. لا ما بطينا حط الدايمون عندك يا ورع. شباب بنات امير انهي انا الفيديو. اسحبني اسحبني انهي انا الفيديو دقيقة بس خلي نطلع لان الدنيا ليل يا شيخ. حولها الصبح حولها الصبح. ست واحد خليني انا انهي المقطع امير بنهاية المقطع انهي. اوكي يلا راح يلا يلا ثلاثة اثنين وبنهاية المقطع يا شباب وبنات اللي يريد من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات. واتمنى اليوم مقطع عجبكم. طبعا اشكر هذول الورعان اللي لهم ساعدونا بالمقطع الصوري الخرافي. ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. طبعا الفكرة مال المقطع هي اي شخص طمع بالنهاية هذا جاي يطين هذا مو طمع. اي شخص طمع بالنهاية ينتهي يموت والفلوس ما تفيده. فأحسن شيء يساعد الناس الفقراء ويذكر الله. هاي الشغلة. الشغلة الثانية القنوات مال أي شخص يكتب هذا الفيديو موجودة بالوصف اشتركوا بيها. وكم لايك تري شنو كم؟ هاي مو قناة قناة تتكلم. لا تكلموا تكلموا. اسألني كم لايك تريد نوصل؟ وأنا ضيف اليوم قناته. ها أنت ضيف أوكي. أوكي أوكي. كم لايك تريد نوصل لهذا الفيديو؟ يلا احكي. لايك واحد لايك واحد لايك واحد. طلع من السيرفر. همزة همزة. لا باي فصل. لا لا لايك واحد. شنو لايك واحد مستهبل؟ رفايا رفايا قل لي مليون لايك. رفايا اكتب لي ايش قال تريد من لايك؟ رفايا الو الو رفايا 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 تريد نوصل كم من لايك رفايا؟ 20000 لايك 20000 شباب 20000 شباب بنات 20000 20000 20000 فعلوا جرس تنبيهات قناتي بالوصف قناة رفايا بالوصف قناة امير اسلموا بالوصف لان هو هاي قناة راح ينزل بها المقطع. ف وي فشلت نفسي مو لا راح اموت راح اموت امير
سوي الخاتمه مالتك مال نهايه المقطع. المهم يا شباب من الحلوين اعتقد لهنا انا وصلنا نهايه المقطع. اتمنى اشوفكم هذا المقطع. اذا عجبكم شباب لايك اشتراك بالقناه المشتركين زي ما قلنا لكم يا نقدر نوصل هذا الفيديو 20000 لايك شباب. 20000 لايك اكيد اكيد نقدر. اول لايك من عندي. اوكي اول لايك من عندك وبس شباب. رابط قناه الشباب جوا بالوصف وبس شباب شوفوا وين ضلي. المهم لايك اشتراك مع السلامه وبس باي باي. اي لاف يو اي لاف يو. اوكي يلا مع السلامه.